فوق أديم هذه الربوع المندرسة بفعل عاديات الزمن، قامت نهضة علمية تجاوز صداها وتأثيرها الحدود الإقليمية، تنافست الحواضر العلمية وتحدث عنها في المجالس الطرابلسية وغيرها. هنا شمال شرقي مدينة أطار في أقصى هضبة آدرار، تحكي هذه المعالم منابر ومكتبات قصة مسيرة ازدهار معرفي سطر بمداد علم ضارب في القدم، انطلقت شرارته مع الحجاج الأربعة المؤسسين لهذه المدينة، مدينة وادان. قصة التأسيس بالنسبة لوادان أنا أعتبرها على مرحلتين، وادان الأولى وهي تفرلة، وادان الثانية وهي وادان الحالية التي بقيت بالاسم. وتفرلة هي التي نراها هناك، على ذلك النتول الجبلي آثار سوريا القديم، وهي قرية مسوفة من السكان الأقدمين ما قبل الإسلام بكثير من القرون، حوالي 3000 سنة قبل الإسلام، ثم جاءهم الإسلام في وقت مبكر، ودلت على ذلك وثيقة كتبها الأخوان الفهريان أبو بكر وعثمان العاقب 147 هجرية، دلت هذه الوثيقة على أنهم صلوا هنا أول جمعة في تفرلة، وهذه الوثيقة مكتوبة على جلد الغزال، وقد أخذها الفرنسيون إليهم مطلع القرن العشرين عندما احتلوا وادان وموريتانيا بصفة عامة. ثم جاء الحجاج العلماء الصلحاء الذين أسسوا وادان الحالي، وأول ما بدأوا به هو المسجد الأقدم في وادان الحالية، وانضاف إليهم أهل تفرلة، فكان التأسيس الثاني لوادان 536 على يد الرجال الأربعة الذين جاءوا في مرحلة متقاربة، مراحل متقاربة. جاء أولا الحاج يعقوب والحاج عثمان على ما ذكر المختار اللبلول، ثم انضاف إليه في فترة قريبة الحاج علي، ثم الحاج عبد الرحمن الصائم. ثم لم تزل هذه المدينة تستقبل المجموعات، فاستقبلت في مرحلة نحو 300 سنة أو تزيد قليلا مجموعات كثيرة من المجموعات مشهورة، بيوتات علم كأهل المتغنبر الكوتيين الذين جاءوا من تينيقي إلى وادان، وأقاموا أيضا وانضافوا إلى الوادان من الحجاج وذريتهم وحلفائهم، فكانوا معهم يدا على تعمير هذه المدينة. ثم جاء الشرفاء من آل محمد بن أحمد بن ملاي أحمد، ثم آل أحمد شريف، فانضافوا من كولانا إلى وادان، ثم كذلك جاءت مجموعات أخرى وبيوتات من تجكان من تينيقي وغيرها من البيوتات والمجموعات. كما قال الشيخ عن وادان مؤسس 536 للهجرة، وذيك 536 مقابلها كيف قالوا الأقدمون شادوك بدأ ثلاثة وضم لهم من بعد حين من الأعلام من صحبا من بطن مكة جاءوها هنا فبنوا في عام ذلوي على التقوى. حكى هذا كأنهم هما في عام ذلوي ذي من تخرص حروف اللي هي متوافقة مع التاريخ اللي قالهم فعلا هو استتلاك التاريخ، وقيل انها منين اسست بعد ما نعرف كانها السنه والله ذاك قامت فيها الجماعه وحدود اللي ما كان وادي العلم اقل ميره لساكنه وادان من وادي النخيل الذي تجبى اليهم ثمراته كل عام، فلقد اثمر ذلك الوادي متتاليه علماء من اربعه مؤسسين الى 40 فاكثر واكثر. منذ القدم والعلم في وادان كثير جدا، والعلماء فيه كثيرون جدا، حتى إنك لتجد 40 دارا متوالية كل واحدة فيها عالم، فكيف بعالمين أو ثلاثة بينهما دار وداران ونحو ذلك. هكذا حدث العلامة الصالح الولي الطالب أحمد بن طوير الجنة في رحلته العجيبة رحلة المنى والمنة عن هذا الشارع الذي أصبح فيما بعد معروفاً بشارع الأربعين عالماً. لا تعرف بداية إطلاق تسمية شارع العلماء أو شارع الأربعين عالماً، لكنه يحظى باحترام كبير كما ورثت الأحفاد عن الأجداد، ملؤه القرآن والحديث وتدريس العلوم الخادمة واستغراق في الأذكار والأمداح النبوية. هذا الشارع هو شارع الأربعين عالما المعروف
قديما يعرفوها الودان بالمسجد اصلا. ايوه كان بعض الناس الاوائل الودانيين الاولين بعضهم منين يجي تبرك كان يفسخن عادي ويمشي مقوطر لين يدخل مقوطر فيه ما يربطن عادي، ومنين يرجع مال منين يفوت يأخذ منه يربطن عادي. ايوه هو التسميه جايته منه فيها اكثر من 40 عالم طبعا، يقل 40 عالم منهم متوالية. واحد دار راكب فلوخة وكان التلميذي يقوم ماشي مقوطة ويعود عنده قف والله شلاهية يفسره، ومنين يقاد واحد منه يفسره ويمشي مقوطة، ومنين يقاد لوخة بالكلمة الأخرى يفسرها للوخة. كلهم قاعد في ضربه، والضرب نقولوا هالبليدة ما هي بعيد منه زيدا من مدخل الدار، ويعود هو يفسر له ويتم هلم جرا إلين قاعد يوصل هو مقوطر ما قعد وتفسر له كتبته لي، وربما يرجع أم اللي مقوطر إلين يفوت يفسرها. وكانت الناس تجي تصنت للقرآن لأنه دائما في تلاميذ يقرأوا القرآن، وحد يبقي يصنت لتلاوة القرآن يجي ويا يقعد يصنت تم صنت لين. ايوه هؤلاء عوامل الطبيعه اللي جات التالي طيحت فيها سيدي. كان قاع اللي عقل كان عليه سابق الجبهه كان حلوط طوال حتى بحيث انك الشمس ما تراها نادر يا غير، واللي بيهم طول هم الفوق وفي محجار الفوق معروفين وعليه ويتماشين لين يلحق ديار الحجاج، وراهم طبعا يقيلون مطلين لديار الحجاج ثلاثة العلماء اللي هم المؤسسين مدينة ودان التاريخية، وهم الباني المسجد العتيق ذاك اللي تحتاني القديم هم اللي بانين، والشارع ماشي رانك شفت منهم من عند المسجد إلى ذاك هو اللي ثابت عليه. هذا الشارع معروف على انه فيه اذكار الشيخ احمد سالم، على انه كان عامر بالعلماء، ولا شك على انه كانوا فيها 40 عالم متواليه من العلماء الموسوعيين اللي دروا الفنون كامله، معناها عن ما يخطى منهم واحد صراخه لحاجه للتدريس نص، هذا من خصوصياته. وهذا كيف قال لك ما معناها على انه ما فهم علماء ثانيين فيه، هو وغير وقع من الشوارع غير ما هو بالحجم اللي عنده متواليين 40 عالم موسوعيين. وفعلا كانت التلاميذ تجيهم من كل اصقاع المعمره تطلب العلم وتسكن، وكان فهم محرارتين محرره في الجامع اللي هو الاخير الثاني اللي هو الحالي عتيق الحالي، واحده في ذاك الاقدم التحتاني اللي هو الاول اسو الحجاج غاريبي، وتجيهم الناس تعمر بالرجال وتنفق الناس عليها تطوع بمالها نخالها خارجين زرايب مخصصين للتلاميذ، محاصيلهم كانوا التمر ومن الشعير ومن القمح ومن ذاك اللي ينحل فيهم، وخالقين اهل الباديه منايحهم يجيبوها الا للتلاميذ، يجيبوا الغنم تذبح ويجيبوا الغنم تنحلب ويجيبوا البل لا كان منايح للتلاميذ. انا عام فهم ياسر من التعاون ومن الاوقاف الا للتلاميذ ولتشجيع العلم، هذا كان في الشارع. وفعلا هذ العلماء عندهم ياسر من الخصوصيات على انهم اكثريتهم ما يدور ما هو العلم اللي عنده يتم يبثه، يستقبل الناس تجي من اصلاح الدنيا ويبثوته ما عنده هدفها اكبر منه. وفعلا طريقة التدريس لا الطريقة المحضارية المعروفة، التلميذ يقرأ يحصل النص اللي هي يقرأ ويصحه أولا على أي واحد توله، ولين يفوت يصحه يمشي كارو ولين يحفظه يفسره بالطريقة اللي ذكر الأستاذ يسوع عليه في مرحلة من مراحل الطريق ماشي فيها، لكن الكلمة اللي هو فيها والمستوى اللي هو فيه لكن اللي أقرب له لا يشرح له ما فهم إشكال ما فهم توقف يعملوا ماشي قيس الزرايب لا يعدل لهم عد هو زاد ماشي لا يعدل لهم والله مرسول والله ماشي قاعد لا مع الشارع يتلي حتى واحدين انا الليل واطراف النهار يمشي يشوفوا الشارع ذهابا وجيئة يتلون القران انا الليل واطراف النهار والناس يستمعون. ثم مسألة اخرى ما ذكرت هي على انه ذا الشارع والمسجد نفسه هذا وذاك الاقدم كان في المولد اللي احنا فيه حالا مولد النبي صلى الله عليه وسلم طيله ليالي المولد المديح ما يتوقف فيه بالمدايح الفصيحه بعشرينيات الفزات تخميس بن المهيب وكذلك ديوان البصيري وخاصه الهمزيه والميميه، حتى ان علماء ودان بعضهم يخمس هذه القصائد من شده تفانيهم فيها وتعلقهم بها وحجم بقى بها. وقضيه اطلاق شارع الاربعين عالما متى شاعت ومتى اطلقت لا اعرف بالتحديد، ولكن اول من وقفنا عليه دون ذلك وشاد به هو الطالب احمد في رحلته. العلم واداني
جملة سارت بها الركبان وصارت مضرب المثل. كل ذلك جاء نتيجة تلك النهضة العلمية التي آتت أكلها في آثار من عمروها اقتناء وتأليفا وتفاعلهم وانفعالهم تأثرا وتأثيرا. حسب علمي أول ما اقتناه الوهدانيون مما طلعت عليه كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. اقتناه الوهدانيون خاصة آل المتكلم وذووه الأقربون، اقتنوه في القرن الرابع هجري في حياة المؤلف، نسخة منه مكتوبة على جلد الغزال، رق الغزال، وهي التي استلمتها بعثة المعهد الموريتاني للبحث العلمي سنة 1981 من الجامعة العتيق الحالي الذي أنا إمامه، وكان في ذلك الوقت إمامه الشيخ شيخي وابن عمي المرحوم عبد الله بن محمد يحيى بن يابوي. فقد استلمت البعثة هذا المخطوط النادر المكتوب على جلد الغزال وهو مرج الذهب، وذهب المعهد به هناك ورمموه مع الجهات الأجنبية بالتعاون معها، لأنه كان في حالة حفظ سيئة لتعاقب السنين، وأكلت الأراضات بعض أطرافه من أوله وآخره، ورغم ذلك لا يزال معظمه في حالة جيدة تعبر عن ندرة خطه وندرة ورقه وجلد، طبعا لأن هذا يدل على أن الناس كانوا يهتمون بالعلم في وقت مبكر قبل أن يشع الورق في الناس. ثاني مخطوط أعلمه مما طلعت عليه ودانيا اقتناء هو الجزء الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري، خط بيد وائل بن محمد الجلل الواداني 861 هجري، فاقتناه في مكتبته فهو موجود عندنا. وثالث مخطوط مما أعلمه تأليفا محليا هو موهوب الجليل شرح مختصر خليل للعلامة الواداني محمد بن أحمد بن أبي بكر، كان حيا 933 هجري. لا شك أن مخطوطاتنا تدل على أنها استجلبت من الأندلس، وأن علماءنا إجازات ترجع إلى الأندلس وإلى المغرب وإلى القيروان والقرويين في المغرب والجزائر تلمسان وغيرها، ثم كذلك إلى ليبيا، بدليل أن الحطاب الذي كان أول من أدخله سيد أحمد الفزات بن محمد بن يعقوب الواداني، وهذا مؤلف ليبي عالم ليبي اللي هو الحطاب مواهب الجليل الحطاب، وهو أول من أدخله هذا العالم الواداني، ثم انتشر عنه في البقية، وهو الذي أخذ عنه شيخ الشيوخ وإمام الأئمة أحمد إيد القاسم الذي تفرعت عنه الإجازات كما هو معلوم في المراجع عندنا. وتأثير وادان في المدن التي بجوارها كشنقيط وتشيط وولاته، والعكس أيضا أخذها منهم معلوم مشهور، هناك شواهد عليه. عوامل عديدة تجمعنا من شتى 3 و4 لعبت بذلك التراث خلال الفترات السابقة، لا تخطئ العين معالمها، ولا حسرة القائمين على حفظ ما تم انتشاله من أظافرها التي أنشبت في أعز ما يملكون. عندما نشط التجارة الشاطئية مع الأوروبيين ماتت هذه المسائل كلها، وعدها سبب من أسباب الطرد، لأن الناس وسائل الاقتصاد أساسية في البقاء، بقيت الناس تتاجر وتمشي وتحولت المسالك وضعفت مكانة المدن القديمة، هاي وسيلة، وهاجرت الناس وبقيت المكتبات في ديارها وطاحت لها الديار، وفيها اللي رقن وخسرت واسحاب، وفيها اللي كانت تلرى، وفيها اللي انتهب، بقاو هذول الكتب اللي تراعوا فيهم مقفورين لهم الديار وخسروا فسدوا، غير فيهم فسد تراعوا فيهم كرمين بانتهم اسحاب، وفيها اللي كانت تلرى واللي فيها بل بارد. هاي الصورة تعبر عن نفسها. لماذا هذا الحال هكذا؟ لهذه الأسباب التي ذكرتها يعني. بين المسجد العتيق والمسجد الجديد عبر شارع العلماء كانت رحلتنا مع مكتبات هذه المدينة العظيمة، مع الحديث عن أعلامها، مع قصة تأسيسها، حديث شيق يطول ويطول، وتبقى هذه المدينة رغم عاديات الزمن قلعة شامخة، هي فعلا واد من العلم وواد من التمر، وادان وادان من نخل ومن حكم، علم وتمر وتاريخ من العبق.